وصلنا الآن إلى فقرة ضيف، ونستضيف المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري لنناقش الحملة الإعلامية المتواصلة والمضللة المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من شخصيات العامة المغربية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي. إذن نرحب بالأستاذ إدريس قصوري، تحية طيبة لك أستاذ قصوري. بداية، ما خلفية هذه السلسلة من التلفيقات ضد المغرب؟ لابد من التأكيد بأن الخلفية واضحة ولم تعد خافية على أحد، ولكن لابد من التذكير بها. فالنجاحات الاستراتيجية للمغرب بكل الدوافع التي قام بها والأهداف التي حددها، نجح فيها وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، والآن يتم استهداف المغرب في نقطة ذات ميزة أساسية ركم فيها المغرب واكتسب فيها ميزة طويلة المدى، وأصبحت مصدر قوة له، وتشكل مركز الثقل في الاستراتيجية العليا، سواء بالنسبة لبناء التحالفات أو بالنسبة للمصالح أو بالنسبة لتأمين الأمن والنظام وخدمة السلم والسلام على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي، ولا سيما فيما يتعلق محاربة الإرهاب ومختلف التنظيمات. إذن المغرب فاجأ الأعداء كلهم بهذه الاستراتيجيات التي نجح فيها، وفوجئوا هم بوضعياتهم التي هي وضعيات مهددة ووضعيات أصبحت أقل منه، ولم يتوقعوا هذه الدينامية. ولهذا فهم يعملون اليوم على تدمير سمعة وصورة المغرب والمؤسسة الأمنية وقوتها، وتقييد حركة المغرب الاستراتيجية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا، وتشتيت تركيزه وجهوده على القضايا التي اختار أن يشتغل عليها. في السابق كانت هناك، وهذا استمرار لسلسلة من المعارك والمناورات التي حيكت ضد المغرب، ونعلم جميعا مناورات اتهامات المخدرات، حقوق الإنسان، مخالفة مصالح المغرب الفلاحية والتجارية والاقتصادية، سواء تعلق في الفلاحة والصيد البحري أو الأبناك ما يتعلق بالمال، أو اتهام الطيران، وكذلك استهداف رموز الدولة. الآن هناك استهداف للمؤسسة الأمنية، لأنها تشكل مركز قوة. أستاذ إدريس قصوري، هذه المؤسسة الأمنية كما ذكرت هي نفسها التي قامت بدرء أخطار جمة على القارة الأوروبية من خلال يعني تفكيك مختلف الخلايا الإرهابية التي كانت تستهدف مباشرة المواقع الأوروبية والمجتمعات والأمن والسلم الأوروبي. أظن أن اليوم اتضح بأن المؤسسة الأمنية التي وفرت الأمن لمجموعة من الدول على المستوى الثنائي أو القاري أو الجماعي، وحتى لدول بعيدة ودول قوية، أصبحت مركز الثقل في الاستراتيجيات المغربية في عقد التحالفات. لا ننسى قوة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الصحراء، وكذلك في عقد مصالح واستثمارات مع دول معينة، وأنها حظيت بتوشيح وباعترافات الأمم المتحدة ومجموعة من الدول. فإذا هذه المؤسسة قامت بعمل جبار لم تستطع القيام به مؤسسات اقتصادية أو نفطية بالنسبة لمجموعة من الدول، ولهذا فهي الآن أصبحت مستهدفة وتوجه إليها الضربة، لأنها مركز الثقل في الاستراتيجية المغربية، وهي وهناك خوض حرب معنوية وبسيكولوجية مع المغرب من خلال هذه المؤسسة، نظرا لما لها من علاقة حساسية بالرأي العام ومحاولة كسب الرأي العام الغربي، لأن المغرب كسب رهان مجموعة من الدول ومجموعة من الحلفاء. إذن هم لا ينظرون أخلاقيا ومعنويا
للخدمات التي قدمتها في المؤسسة بقدر ما ينظرون إليها على أساس أنها تهديد، وعلى أنها أصبحت مثال ونموذج وحجة تقدمها الدول الكبرى للجيران وللأعداء كمثال وكنموذج، وبالتالي ليس لهم ما يردون بشأنه. في الفترة الأخيرة صرحت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا، وأن المغرب والمؤسسة الأمنية ساهم في محاربة الإرهاب وفي دحض وهزيمة داعش كما كان في القاعدة، وأن المغرب أصبح موضع ثقة. إذن فهم وجدوا نفسهم في وضعية دونية، لم يستطيعوا المنافسة ولم يصلوا إلى هذا المستوى، ولهذا فهم يضربون إذن هذا العمق الاستراتيجي ومركز التقلي المغربي. ولكن لا أظن أن المغرب سيجعل هذه اللحظة لحظة دفاع قوية كما جعل من كل السيناريوهات والمناورات السابقة لحظة دفاع قوية، وكانت المسألة دائما لصالحه. وفي هذا السياق دكتور إدريس قصوري، يلاحظ وكما قال ذلك وزير الخارجية المغربي سيد بوريطة، يلاحظ أن حملة التشويه هذه تتزامن دائما مع هذه الفترة، فترة احتفالات المغرب والمغاربة بعيد العرش المجيد. كيف ترى سياق التوقيت برأيك؟ أظن أن سيناريوهات وخطوات مواجهة المغرب وفبركة التهم والخوض الحرب ضده ارتقت في الفترة الأخيرة، خصوصا إلى ضرب رموز المغرب وهم رموز قوة في التخطيط الاستراتيجي وفي اختيار الحلفاء وفي صناعة القرار. والآن تخاض حرب معنوية وبسيكولوجية ضد المغرب، لأن من يربح الحرب المعنوية يربح كل الحروب. الحروب الآن وعند الدول لا تربح بالأسلحة، السلاح الجندي ضعف والنفط ضعف، المسألة مسألة بالاقتصاد ومن يخطط وبالمعنويات، ولهذا هم يستهدفون المغرب في رمزيته وفي هذا السياق بالتحديد لضرب معنوياته ولضرب الرأي العام المغربي وليؤلموه. ولكن المغرب أنه اعتاد وبرهن بالدليل أنه منافس قوي وأنه يوفر كل الخطوات الضرورية ليبقى أفضل، وأن يحول دائما التهديدات إلى نجاحات، وكذلك يحول تهديدات إلى فرص ويستغل هذه الفرص بشكل جيد. هذه ثقافة مغربية وهذا تفكير استراتيجي مغربي لم يدركوه. المغرب أصبح اليوم موهوبا ومهابا بصرامته بقوته بموضوعيته بشرعية عمله بمصداقيته. إذن لو كانوا يفهمون الثقافة المغربية لما تعاملوا هكذا في مثل هذه السياقات. الأستاذ إدريس قصوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.